كانوا بيخرجوا كل سنه ياكلوا اللي موجود ويخربوا الدنيا والميه تنشف زي ما احنا قلنا قبل كده ويعيد الامر كما كان. لكن سيدنا ذو القرنين بامر من الله جاء فبنى السد فمنعهم. طب هيخرجوا في وقت تاني؟ هيخرجوا. سيدنا النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال ان ياجوج وماجوج والاحاديث كلها صحيحه يحفرون في السد كل يوم، كل يوم يحفروا حتى اذا راوا شعاع الشمس، وده دليل ان هم في مكان مظلم، في مكان مظلم والسد مانع الخروج. فاذا راوا شعاع الشمس يقول كبيرهم، مركز معايا، يقول كبيرهم سنكمل غدا، ريحوا النهارده ونكمل بكره. فبامر الله الاف السنين فبامر الله ياتون غدا فيجدون السد عاد كما كان، الفولاذ اللي الصلب اللي هو من النحاس ومن الحديد زي ما قلنا، فيحفرون هنكمل غدا الى ان يشاء الله. اليومهم بقى يقولوا ايه كبيرهم؟ هنكمل غدا ان شاء الله. لحد ما يقولوا ايه؟ هم مؤمنين بالله؟ لا، ما لسه هقوله بقى، لسه التفسير اهو. هم قالوا ايه؟ سنكمل غدا ان شاء الله، هو ربنا اللي هيلهمهم هذه الكلمه. فياتون فيجدوا الحفره كما ايه؟ كما هو، فيحفرون ويخرجون فياكلون الاخضر واليابس ويرعبون الناس، ودي من علامات الساعه، حتى يمر احدهم اخرهم على بحيره طبريه. طبريه دي في بلاد الشام زي مليئه بالماء، فيمر اخرهم لدرجه انه يخلصوا البحيره دي، فيمر واحد في الاخر يقول الله كان هنا ماء. شوفوا من شده الرعب بتاع الناس. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مره على السيده زينب رضي الله عنها، وبعدين صحى من النوم وقد احمر وجهه وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، لا اله الا الله. قالت له مالك يا رسول الله خير؟ والحديث صحيح. قال لها فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج هكذا، ثم ضم إبهامه إلى السبابة، عمل كده يا فندم، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا. فإذا خرجوا في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فندم يأكلون الأخضر واليابس ويقتلون الناس والبحار ستنضب، الماء سينتهي، الطعام سينفد، ثم يأخذ كبيرهم سيفا ويقول، هو ده بقى مربط الفرس، قهرنا أهل الأرض وما بقي لنا إلا أن نقهر إله السماء. فيرمي بسيفه في السماء، فيشاء الله أن يخضب هذا السيف بالدم، كأنهم يعني إيه؟ انتقموا من أهل الأرض ومن أهل إيه؟ قهرنا أهل الأرض، فتعالوا بقي لنا أن نعلو أهل السماء، ولله المثل الأعلى. فبمجرد ما يقولوا قهرنا أهل الأرض وعلونا إله السماء، فيموتون موتة نفس واحدة، كل يموت الله. حتى لكن هل كده معناه انه الشر هينتصر في نهايه الدنيا؟ لما لسه هقول لك اهو بقى، لسه خدي بالك من اللقطه الاخيره بقى، الاعمال بالخواتيم. فلما يقولوا كده فيموتوا موته واحده حتى اعزكم الله ريحهم ينتن كل الارض، فما في الارض من موضع شبر الا وفيه نتنهم وعفنهم. فيرسل الله عند نزول سيدنا عيسى بقى، ينزل الله سبحانه وتعالى طيور رقابهم كرقاب البخت، البخت اللي هي الجمال، فيأخذون هذه الجثث إلى حيث يشاء الله. ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتغسل، فما تترك موضع في شجر ولا مضر ولا بيت إلا وغسله هذا الماء. ثم ينادي الله على الأرض أن اخرجي ثمارك وردي بركتك، وتعود البركة كما كان.